لما تكون مبادرات طيبة جاية من شباب واعد هدفه إيجابي وهو تعليم الطلاب زي مادة ريادة الأعمال وزي يكون رجل أعمال صغير أو صاحب مشروع صغير أو صاحب فكرة بدلا من الاعتماد المفرط على أنه يتخرج عشان يلاقي وظيفة. لا، هم بيفكروا زي يبقى لهم مشروعهم، وده شيء جميل جدا. والحقيقة أنهم يعني بدأوا يعالجوا المشكلة من جذورها، أنهم بدأوا يتكلموا أنه دي بتأتي من الابتدائي والثانوي والجامعة ويعني قبل ذلك الإعدادي، فده شيء جميل جدا عشان تكوين الشخصية من الصغر، يطلع على أساس أنه يبقى حر في فكره، يبقى عنده ما يعرف يعني مبدأ الأعمال الحرة أو حرية الأعمال. ده شيء جميل جدا أما يأتي من طلب، لأن احنا يعني ككبار وكمسؤولين احنا فكرنا فيها من زمان في مادة ريادة الأعمال، لأن أحد الاتجاهات الحديثة في التعليم العالي. الحقيقة النهاردة أنهم كانت يعني مبادرة جميلة، أنهم يعني أصبحت واقع في فكرهم، ويمكن احنا في الجامعات فكرنا احنا ننشئ في كل جامعة مركز لريادة الأعمال. يعني احنا قلنا هي إن شاء الله تبقى جزء من منهج أو المقررات الدراسية، ولكن إلى أن يتم ذلك بإذن الله يبقى في مركز لريادة الأعمال، بحيث إن احنا ندرب الطلبة إزاي يبقوا أصحاب مشروعات لفترات مثلا 3 أشهر أو 6 أشهر. يبقى ده شيء جميل إن شاء الله. وخاصة كان هناك مبادرة من السيد الرئيس يا فندم، المبادرة القومية لبناء مصر يتعلم ويفكر ويبتكر. يعني قد إيه الحمد لله إنه كله مواكب. ممكن حضرتك سمعت الطلاب وهم برقوا في الفكرة من سنة 2011، وإحنا برضو بنفكر فيها من فترة، ويمكن أنا حضرت مؤتمرات في الخارج الاتجاهات الحديثة في التعليم العالي وموجودة لي زي ما قلت في كتب اليونسكو والبنك الدولي. فالحقيقة احنا لابد ان احنا نسير هذا التطور، يبقى عندنا مجتمع فعلا يتعلم، وما نقول يتعلم نحط تحت يتعلم 10 خطوط، ده تعليم راقي، تعليم جيد، تعليم بحق، يفكر. يعني ان الطالب يتعلم مش يتلقن، لا نعلمه لكي يفكر، يستطيع ان يفكر. وبعدين اذا بتعلم صح وإذا ما خد أو تعوى ودا على حرية التفكير، فبالضرورة سيكون قادرا على الابتكار. وإحنا هنا بقى بيأتي دورنا ماذا بعد الابتكار. نحن إن شاء الله بننشئ المراكز، يعني إن شاء الله عندنا في الوزارة كما هو موجود في بعض الوزارات الأخرى مراكز لتنمية وتطوير ابتكارات الشباب. وتنمية وابتكارات الشباب ده شيء في غاية الأهمية، ليس فقط الابتكارات في مجال المجالات التطبيقية، ولكن يمكن حتى يكون في مجالات الأدب، في مجالات الشعر. كل إنسان عنده موهبة في هذا البلد بإذن الله تعالى من هؤلاء الشباب، بنسعى أن احنا نتبناه إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. شكرا جزيلا. تمام. هذا الدور ما هي حضرتك، هو كل الدوائر اللي احنا بنتكلم فيها كلها يعني حلقات متصلة. اولا احنا عايزين الشباب، وعايزين الشباب ما يكونش في عزلة او يهمل كما حدث في سنوات يعني خلت عديدة. ان احنا عايزين، طيب احنا لابد نخلق آلية للتواصل ما بين الطلاب بعضهم البعض، التواصل بين الطلاب في الجامعات المختلفة، التواصل بين الطلاب والقيادات الجامعية، والتواصل ما بين الطلاب والجهات المسؤولة المختلفة في الدولة. فجاء التفكير، الحقيقة أنا لما فكرت في المسألة دي كان في حاجة زمان وألغيت اسمها منسق الطلاب. فمنسق الطلاب هي مش كلمة منسق، لا، أنا لقيت إن الأوسع والأهم إنه يبقى نقول إنه أمين تواصل طلاب. يعني عندنا أمين تواصل طلاب المحافظة الأستاذ الدكتور حسام، زي ما احنا شايفين لعب دور كبير جدا في اللي احنا شايفينه النهارده، مشكورا حقيقي. إنه يبقى في أمين تواصل على مستوى الوزارة، وفي أمين تواصل لكل جامعة، بنقدر إن احنا بقى إذا نربط طلاب الجامعة بالوزارة بجهاتها المختلفة. وهناك برضه قلنا يبقى في أمين تواصل في كل كلية من الكليات، يبقى الشبكة كلها مع بعضها، أمين تواصل طلابي في كل كلية من الكليات بيغذي أمين التواصل في الجامعة بالبيانات والمعلومات، وإيه المطلوب من الطلاب ومبادرات الطلاب وأنشطة الطلاب وما يحتاجه الطلاب. ثم في الجامعة يقدر برضو إن يغذي الزميل الموجود في الوزارة. وبالتالي القطاعات والله احنا يعني احنا في الفترة الحالية احنا مقبلين على الامتحانات،
يمكن بعض الجامعات او بعض الكليات برئت الامتحانات العمليه، ولكن ان شاء الله احنا سنجد دي يعني نشيطه جدا جدا باذن الله تعالى في الفصل الدراسي الثاني. وده كل ده اللي احنا شايفين دلوقتي ابتكارات تطبيقيه، في ابتكارات في رياده الاعمال والفكر، في انشطه ثقافيه برضو وثقافيه ورياضيه وفنيه وادبيه على اعلى مستوى على نحو غير مسبوق على الاطلاق. مش هقول في السنوات الثلاثه او الاربعه، لا، على اعتقد في عشرات السنين يمكن في الجامعات المصريه. المسرح رجع عاد بقوه الى الجامعات المصريه في كل الانشطه، الانشطه الرياضيه بكل قوه في مختلف الجامعات، الانشطه الادبيه والفنيه الحمد لله على فالحمد لله الشباب، لان احنا بنؤمن ان الجامعه هي مكان ليس فقط للتعليم وانما هي لتكوين الشخصيه. وبصراحه ربنا عشان يبقى في شخصيه متزنه اجتماعيا ونفسيا لابد انه يكون في تعليم، في نشاط رياضي، نشاط ثقافي، نشاط فني، وحريه التفكير وحريه الابتكار. الحمد لله ان احنا قادرين نحقق ده لحد النهارده، وباذن الله بنجد انه ان شاء الله في استمراريه وفي زياده مع مرور الوقت. ان شاء الله جاهزين يا فندم الامتحانات. الحمد لله بدأت بعض الجامعات الامتحانات النظرية العملية والتطبيقية، وفي امتحانات شفوي بدأت في بعض الكليات في البرامج اللي فيها امتحان شفوي، وان شاء الله على نهاية الشهر بتبدأ الامتحانات النظري بإذن الله. التنسيق الامني الحمد لله، الامن زي ما احنا شايفين كويس قوي قوي. انا بقى ما بقعدش عايز اسمع كلمه التنسيق الامني ده خالص. احنا انا 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 عايزين بقى يا جماعه نغير المعادله، حينما تذكر كلمه جامعه يذكر تعليم عالي، يذكر بحث بالظبط، الله ينور عليك، تمام، يذكر بحث علمي، يذكر انشطه طلابيه واعطاء الطلاب فرصتهم في البحث والتفكير والتطوير. ننسى بقى صفحة زي ما قلت في اللقاء الماضي هنا في القاعة دي، نطوي صفحة بقى عنف في الجامعات والكلام ده كله، نبدأ نفكر تفكير إيجابي. زي شوف الطلاب، حي الطلاب أحيانا بيدوا المثل، يعني الطلاب النهاردة بيدوا المثل إنه تفكير إيجابي، عايزين نتعلم، عايزين نشارك، عايزين نخلق رجل أعمال، هم دول الطلاب. ننسى بقى قضية، لأن احنا نركز، ليس لها محل، ليس لها وجود. هيهات 100 هيهات، كل سنة وأنتم طيبين، شكرا جزيلا.